المسائية التي نتابعها هنا من أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات هنا ومسيرة هذه الأشواط شوطنا العاشر. أما الانطلاقة بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا العاشر والخاص بالثنايا القعدان المهجنات الأصايل هنا بشعارات أبناء القبائل التي نتابع فيها هذه الانطلاقة، نتابع فيها هذه التحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع هنا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع هنا مسيرة هذا الشوط بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. هنا نتابع المقدمة ونتابع صدارة والمركز الأول والمنطلق على صدارة صغان لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري منطلقا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرا على زمام الأمور في هذا الشوط المكتظ بالأعداد والأسماء المشاركين من الثنايا القعدان المهجنات، بينما المركز الثاني والمنطلق على المركز الثاني ياتينا في هذه اللحظات ربدان المنطلق هنا بانطلاقة مسلم بن مبارك بن حمد بن عود العامري، ومن الجانب الاخر شاهين سعيد بن السهيل بن سليم العامري والمتسلل هنا حفلان، هنا ياتينا بشعار الهبيبة لسعادة حميد بن سعيد لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيالي منطلقا بهذه الانطلاقة والتحديات، بينما القادم هنا الذيب راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي من يتسلل بدوره من مركز إلى مركز ناخذ المركز السادس، هو القادم في هذه اللحظات حشيم لسالم بن السيل بن صالح العامري متسللا هنا سادسا، وعلى المركز السابع المركز السابع تابع من الجانب الاخر شاهين عبيد بن حامد بن خليفة الطنيجي من ياتينا هنا على ثامن المراكز، بينما المنطلق هو القادم والمتسلل في هذه اللحظات ياتينا هنا مندفعا مسيان خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري، ولكن ارى تسلل اخر وقدوم من الحذر، هنا ياتي حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني والمركز العاشر، يصل في هذه اللحظات هنا براق لهادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، يصل ابو عبد الله بهذه الانطلاقه وهذه التحديات ما شاء الله، اسامي خلف المراكز العشره الاولى ايضا لها وزنها وثقلها، شوط مليء بالمشاركين، لنا عوده الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول الى صداره هذا الشوط والى ربدان من غير على صداره، ربدان مع ابو سلم هنا من ينطلق في هذه اللحظات، سلم بن مبارك بن حمد بن عود العامري ياتينا هنا منطلقا بهذه التحديات الجميله متسللا الى صداره، بينما حفلان هنا لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي، والقادم هنا حشيم لسالم بن سهيل بن صالح العامري منطلقا بهذه الانطلاقه من مركز الى مركز، اما على المركز الرابع رابع مراكزنا هو القادم بهذه اللحظات، هو صلب راشد مع شعاري هو جلاد القادم هنا ملحان بن راشد بن حبيبه المري من يقدمه على المركز الرابع في هذه الانطلاقه وفي هذه التحديات الجميله، القادم القادم هنا ايضا الحذر لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان الغفراني من يتسلل هذه اللحظات على سادس المراكز هنا او خامس المراكز، المركز السادس ياتينا ضاري هلال بن عبد الله بن محمد العامري، ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر شعاري بن ناصر شعار ايضا ادى اداء جميل بانتزاعه لبندقيه القعدان مع برق في هذه الامسيه، ياتينا هنا مع التوقيت
التوقيت الافضل، الربدان لسعاده صالح بن محمد بن نصرة العامري بشعار بارق في هذه الانطلاقه الجميله. هنا ياتينا ايضا من هناك المتسلل في هذه اللحظات والمنطلق هنا ايضا والقادم هنا في مسيرته وتحدياته الجميله. هناك قدوم اخر وتسلل رائع وجميل في هذه اللحظات هنا بهذه الانطلاقه الممتازه هنا، وياتينا شعاري هنا ايضا قادم بانطلاقه هنا مشهاب لسعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي، وهناك سياف جمعه بن محمد بن شراره منطلقا ايضا. اما عاشر المراكز فياتينا هنا الاطلس محمد بن علي بن حماد الشامسي يصل بهذه اللحظات على عاشر المراكز. هذه هي النتيجه لمراكزنا العشره الاولى هنا ذعناها على حضراتكم بعد الاربعه كيلومترات، ونعود الى الصداره، نعود الى المقدمه والى الشاعر هنا منطلقا على الصداره على المقدمه مع ربدان على الصداره وعلى المقدمه. شاعر المليون ياتينا هنا بشعاره المميز منطلقا بهذه التحديات. مبارك بن عود العامري هنا مسلم بن مبارك بن حمد بن عود العامري، ولكن اراد تسلل اراد تسلل التسلل هذه اللحظات من حفلان لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي منطلقا بهذه الانطلاقه وبهذه التحديات الجميل. وصل هنا وصل بالانطلاق والتحدي هنا، والقادم جاء هنا جلاد الضيف القادم من ميدان التحدي هنا ملحان بن راشد بن حبيبه المري من يقدم ابو راشد منطلقا هنا بالتحديات الجميله وبهذا الشعار الذي صال وجال باسماء واسماء عديده يا ابو راشد. هنا نتابع المركز الرابع القادم في هذه اللحظات ياتينا هنا ربدان لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري من ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس والقادم في هذه اللحظات منطلقا ايضا ضيف قدم هنا من ميدان التحدي هنا الحذر لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان هنا الغفراني من ياتينا ايضا على المركز هنا منطلقا بهذه التحديات. القادم ضاري هلال بن عبد الله بن محمد العامري ياتينا سادسا مع المنعطف الاخير وزاويه الالتفاف الاخير لهذا المضماري. والقادم هنا شاعر القمه يصل هنا بمشهاب يصل بوسيف بهذه الانطلاقه هنا بهذه التحديات. سعيد بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي قادما هنا ايضا بمشهاب عين على الصداره وعلى المقدمه باحثا عن نقطه متميزة بانطلاقات هذا الشعار المتميز. نتابع هنا القدوم في هذه اللحظات والقادم هنا منطلقا الأطلس محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي والذيب الراشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي أيضا قادم على تاسع المراكز. والمركز العاشر يأتينا هنا شاهين سعيد بن سهيل بن سليم العامري. هذه هي العشرة الأسماء، 2 كيلومتر ومدرج الهبوط الى المنصة الرئيسية والخط المستقيم استريت لاين الى الفوز والى الناموس هنا، ولا زال على صدارة على المقدمة. والمركز الاول ربدان لمسلم بن مبارك بن حمد بن عود العامري على صدارة على المقدمة، وعلى المركز الاول مسيطرا على زمام الامور حفلان في المركز الثاني لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي ياتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث جدلان هنا لملحان بن راشد بن حبيبه المري، وعلى المركز الرابع ضاري هلال بن عبد الله بن محمد العامري. هنا مشهاب يتسلل من مركز الى مركز قلنا راغب بنقطه مسائيه جميله. هنا سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاح القادم هنا الجريء بهذه الانطلاقه وبهذه التحديات الجميله.
هناك أطلس محمد بن علي بن محمد بن حماد الشوم في متابعة الهداف. هنا أيضا قادم بهذه الانطلاقة هادف بن حمد بن عفصان في متابعة الأطلس. هنا في هذه التحديات الأخيرة والذيب القادم الذيب راشد بن حم بن هنا بن سعيد بن مصلح الإحبابي قادم أيضا في هذه اللحظات عينه على المراكز الأولى. الله الله التحديات قادمة 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 في هذه اللحظات. أرى شعار أيضا قادم، أرى شعار قادم هنا، شعار من هنا مانع بن علي بن حماد قادم في هذه اللحظات مع سمران، قادم هنا في هذه اللحظات، وكذلك اسم آخر أيضا قادم لبن حماد. الله الله نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدور، نعود بعد الكيلومتر الأخير، بعد الكيلومتر الأخير وضاري ضاري من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول ظهري هلال بن عبد الله بن محمد العامري. وياتينا هنا جلاد ملحان بن راشد بن حبيبه يتسلل بدوره من مركز الى مركز، عينا على المركز الاول مندفعا بهذه الانطلاقه والتحديات. هنا ياتينا مشهاب لسعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلوح. يالله التحديات الاخيره مع القريه التراثيه، مع القريه التراثيه، ولكن هنا ظهري ظاري على الصدارة، ظاري على المقدمة، وجلاد يحاول، ظاري وجلاد واللحظات الأخيرة. الله الله ظاري ظاري على الصدارة على المقدمة، جلاد يحاول الله، ولكن هنا ظاري ظاري بالفوز وبالناموس. هلال بن عبد الله بن محمد العامري هو من أعلن الفوز، أعلن الناموس. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. سلام مدينة العين على هذا الفوز المميز جلاد. هنا ملحان بن راشد بن حبيبه، وياتينا مشهاب سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. المركز الرابع حفلان لمعالي حميد بن سعيد بن عامر النيادي، وياتينا ذيب راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي في المركز الخامس. ونعود الى التوقيت الزمني شاهدينا ومتابعينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول. هنا لظاري من اعلن الفوز واعلن الناموس قاطعا المسافة في 12 دقيقة 22 ثانية 8 من الاجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الهلال بن عبد الله بن محمد العامري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني 12 دقيقة 24 ثانية جزء واحد من الثانية، توقيته هنا جلاد لمرحان بن راشد بن حبيبة المري. بينما المركز الثالث كان من نصيب مشهاب من حل ثالثا بأدائه الجميل ب 12 دقيقة هنا أيضا 26 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز لسعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام الخالدة.